اهلا بكم. فيديو النهارده ان شاء الله هنتكلم ازاي تعمل ابجريد للجي تي ام يو من الموقع. الاكشن ده بقى مهم جدا، خصوصا ان في ناس كتير بيبقى عندها في الستوك جي تي ام يو الران اللي عليه قديم قوي، يعني هتلاقي فيه فرق كبير بين الران اللي موجود في الموقع حاليا في 21 ران 21، وهتلاقي جي تي ام يو عليه ران 9. فبيحصل مشكلة ان السايت ريستوريشن ما يقدرش يعمل ابجريد من فيرجن قديم قوي للفيرجن الحالي، فبيضطر يودي بتاع الفيلد ان هو اللي يعمل الاكشن ده. فلازم تاخد بالك من شوية حاجات، تعرف فين الملفات الخاصة بالابجريد في الفايلات اللي معاك، لان في ناس كتير بتبقى مش عارفة ملفات الابجريد فين في وسط الملفات اللي باينه قدام حضراتكم، وهنشرح كل فولدر من ده بيعمل. طيب ايه الران اللي يقدر السايت ريستوريشن يكمل بعديه؟ ان جي تي ام يو ده مثلا، على افتراض ان ده ران 9، لازم توصله له يا ران 13 يا ران 15، هو يقدر يكمل بعد كده يعمل ابجريد لران 21. فاحنا ان شاء الله هننفذ في الفيديو ده ابجريد، بس اللي متاح معايا رام 14، واللي موجود على جي تي ميو هو رام 9. فاحنا هنجرب مع بعض الطريقة، وان شاء الله هتبقى سهلة وواضحة لحضرتك. طيب الملفات اللي قدامكم دي ملفات ابجريد. ده الفولدر بتاع نود بي، ده الابجريد بتاع اليو ام بي تي، تمام. الفولدر بتاع الجي بي تي اس ده بتاع جي تي ميو او ال2G. الاي نوت بي ده بتاع ال تي اي، تمام. فانت اللي بيطلب منك، اللي بتركز عليهم في الفايلات دي كلها، اللي هو النوت بي، لان انت بتعمل ابجريد لليو ام بي تي. لو على افتراض انك هيطلب منك ابجريد لليو ام بي تي وجي بي تي اس اللي هي ال2G. وتعالوا كده نبدا الخطوات مع بعض. طبعا يا باشمهندسين، اول حاجه هندوس على بورد ونجيب بورد مانجمنت ونشوف الكونفيجريشن الحالي للجي تي ام يو. هنعمل كليك يمين على الجي تي ام يو وهنجيب حاجه اسمها بورد انفو. طبعا ده بيبين لي السوفت وير فيرجن الحالي للجي تي ام يو اللي هو ران 9 زي ما هو واضح قدام حضراتكم. هندوس على السايت وهنجيب سايت مانجمنت رايت اول حاجه عشان اقدر اطبق اكشن على الجي تي ام يو، واعمل جيت اوكي. اعمل لها كلوز. بعد كده هروح لي، طبعا دي الفايلات اللي اتفقنا عليها، دي فايلات الابجريد، جيران 14 المتاحة عندي. طب هنختار حاجة اسمها فورسد سوفت وير لود وهعمل براوز للسوفت وير فايل. طبعا هختار جي تي ام يو داون دوت باك اب، وهبتدي اكتب هنا الفيرجن اللي هعمل له ابجريد اللي هي في 100، وطبعا بيبقى مكتوب، هتلاقيه مكتوب هنا يعني في على الفولدر R14، طبعا سي سفرين اس بي هي المفروض 272، بس مفيش ديجيت كمان اقدر اكتب فيه، فممكن اكتفي بده. والسند ويندو سايز هعملها 200. طبعا بختار جي تي ام يو من هنا وهعمل اوكي. هي طبعا بتقعد حوالي 10 دقايق تعمل داونلود. طبعا لما يخلص اتأكد ان هو كتب لي داونلود سوفت وير سكسسفولي في النهاية كده، قبل السوفت وير تمام كده. هعمل دي كلوز وهروح على
اكتف بعد كده السوفت وير، بختار سوفت وير اكتيفيشن وهبتدي اكتب فوق كده نفس الفيرجن اللي كتبته في الداونلود، وطبعا في ديجيت ناقص من هنا وهعمل اوكي وهياكد ان قال لي الاكتيفيت از كونفيرمد اند سايت ويل بي ريستارت ان افيو مينت. كده هيبتدي الجي تي ام يو يعمل معايا ريستارت. كده الخطوات نورمال وكله تمام، هستنى اما الجي تي ام يو يقوم. كده الجي تي ام يو قام وعملت كونكت تاني، هروح للبورد وهجيب بورد مانجمنت وهعمل كليك يمين على الجي تي ام يو وهجيب بورد انفورميشن، هلاقي ان السوفت وير بتاعي فعلا بقى ابديت لي ران 14. بتمنى الفيديو يكون مفيد وبشكركم والسلام عليكم ورحمة الله.